تعز مدينة النضال ورائدة التغيير، ولأنها كذلك يجتمع أبناؤها للاحتفال بالذكرى 55 لثورة 14 من أكتوبر. ثورة 14 من أكتوبر هي ثورة تحمل تعز لها مكانة خاصة، وبعد أكثر من نصف قرن تعز تكرمها على طريقتها الخاصة، تشعرها بالامتنان. فمنها هنا من هذه المدينة انطلق الثوار ليحرروا الجنوب. تعز احتضنتهم، وقفت معهم، اشترك وامتزجت دم أبناء تعز بأبناء الجنوب ليرسموا اللوحة الأبهى، اللوحة الأجمل، لوحة التحرير الجميلة والرائعة. مثلت ثورة أكتوبر شرارة الانطلاق للتحرر من الاستعمار البريطاني، وكان لهذه المدينة النصيب الأكبر في تقديم الشهداء من أجل الوطن. وبعد مرور ما يزيد عن 5 عقود ها هي تعيش أحداثه واقعا، ولكن في مقاومة المستعمر الداخلي المتمثل بميليشيا الحوثي، وعلى خطى الأجداد يمضي أحفادهم كما يقولون. تأتي الذكرى 55 للثورة 14 من أكتوبر لتؤكد للجميع بأن الاستبداد عندما سقط في شمال القلب اليمني الواحد سقط الاستعمار في جنوبه، واليوم الجميع مطالب وبالذات أبناء محافظة تعز للقيام بدورهم ضد هذا المشروع الانقلابي البغيض، ومعهم كل الأحرار والثوار في مختلف ساحات الجمهورية اليمنية. تعتبر تعز هي شعلة للثورات بأكملها في اليمن بأكمله. في ثورة 14 أكتوبر قدمت تعز الكثير من ثورة ردفان وحتى طرد الاستعمار وحتى خروج آخر جندي من بريطاني من هذه الأرض اليمنية. العديد من الفقرات الفنية والخطابية قدمت في هذا المهرجان للتعبير عن اعتزازهم وفرحتهم بذكرى ثورة أكتوبر ولتجسيد واقع المدينة الذي تعيشه اليوم. تحتفل تعز بذكرى أكتوبر فيما لا زالت تعيش حالة من الحرب تشنها ميليشيا الحوثي، وما بين أكتوبر 1963 وواقع المدينة الذي تعيشه اليوم ليس سوى الاستعمار الذي يحاول الجميع الخلاص منه، وسط آمال كبيرة على أن تأتي الذكرى القادمة وقد تحررت المحافظة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.